في تقريره الأولي حول ملاحظة الاستفتاء على أساس النوع الاجتماعي، أكد المركز التونسي المتوسطي أن ملاحظيه الذين قاموا بتغطية حوالي 325 مركزا في المناطق الريفية والحدودية رصدوا جملة من الإخلالات والمخالفات، وأهمها ما تعلق بمحاولات التأثير على النساء وتوجيههن في خرق واضح للصمت الانتخابي. محاولة التوجيه لهم في أمام مراكز الاقتراع وداخل مراكز الاقتراع بطرق متعدة، وساعات عملية التوجيه هذه مقلقة، يعني إضافة إنها خرق للصمت الانتخابي لكنها مقلقة للمرأة وممكن تعطلها حتى في رغبتها في إنها تشارك أو ما تشاركش. الوصاية الذكورية، الوصاية الذكورية من أكثر الأشياء اللي لاحظناها السنة، لأنه عدد كبير من الرجال جاوا حبوا يدخلوا مع نسائهم داخل مراكز الاقتراع. تلقى الراجل يحب يدخل مع مرته داخل مركز الاقتراع ويحب يشوف شنو صوتت ويقول لك أين ندخل معها خاطر هي ما تعرفش. وإلى جانب استنكاره لما وصفه بالتضييق على عمل عدد من الملاحظين في بعض مراكز الاقتراع، نبه المركز التونسي المتوسطي إلى خطورة الغياب الكلي للملاحظين والمراقبين بعدد هام من المراكز بالمناطق الريفية والحدودية. 40% من المراكز اللي توجهنا لهم ما فيهمش ملاحظ لا عن المجتمع المدني، فهذا في حد ذاته يخلي اي انسان ممكن يشكك في العمليه الانتخابيه، لكن لو كان باب فتح الاعتمادات كان مفتوح اكثر كنا ننتدبوا ملاحظين اكثر. اول مره يتم غلق باب الاقتراع، باب فتح الاعتمادات اسبوع كامل قبل يوم الاقتراع. وبينت نتائج صبري ارى شمل 1064 امراه من 8 ولايات ان 89% منهن قمن بعمليه التصويت، في حين تعذر على 11% منهن المشاركه لاسباب مختلفه. وفق صبري الارى فان حوالي 90% من النساء اللاتي قمن بعمليه الانتخاب شاركن في عمليه التصويت على مشروع الدستور دون الاطلاع عليها. ما بين المستجوبات لقينا انه 78% اعربنا على انهم قمنا بالتصويت دون الاطلاع على محتوى الدستور. 85% من المستجوبات صوتوا للدستور الجديد كشكل من اشكال العقاب. هذه راهي قاعده تتكرر من 2014 لليوم. وقتاش يكون عندنا وعي سياسي بهذا؟ ما نعرفوش. من 2014 والمراه في الوسط الريفي تعاقب. وسعيا إلى تجنب تكرر مثل هذه الإخلالات، أوصى المركز التونسي المتوسطي بضرورة تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للنساء الريفيات وتجديد الرقابة من خلال اعتماد عدد أكبر من الملاحظين في المراكز الريفية والحدودية.